السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في موقع easycool.com. غادي نشوف واحد الاكزرسيس سيغ لانستريكسيون كونديسيونيل سي. الاكزرسيس هذا تيقول اكرير ان الكوريج بكي دوموند ان نومبر ا لوتيليزاتور الى ان فورم اون سويتش سي سو نومبر اي بوزيتيف او نيجاتيف. On laisse de côté le cas où le nombre vaut 0. Il y a la tâche possible à l'arbitre, mais je fais mon acteur chobay et au sommet de l'exercice. Il y a l'ex pour le barrage, je le barrage qui tire le défi de l'euro qui est le barrage le servir. Ou bien les dédics, mais qui est le nom de carrage qui est le beau ou est le nom de l'étachalti. واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. ودرك لا بين قوسين قال لك الحاله الى حط المستعمل زيرو نهملوها، يعني بحال تجاوزوها نهملوها ما نترسوهاش درس صغير، الى الحاله الى كان بوزيتيف ولا الحاله الى كان نيجاتيف. هادشي اللي بغا يقولنا الاكزرسيس. غادي ندخلوا للكوريجي ديالنا، ها هو راه وريت بسميتو السي محمد. فاريابل عندنا فاريابل واحد هو لو نومبر اللي دخل ليزاتور، فاريابل ان اونتي النوع ديال اونتي، المنطقة ديال لو كود دي بي فان شنو اللي كنكتبو. اول حاجة بطبيعة الحال كنقولو للمستعمل اونتخي لو نومبر، هادي ضرورية بحيث لو نومبر ماشي مبرمج اللي كيعطيه، كيعطي المستعمل بحيث المستعمل هو اللي كيستخدم البرنامج وكيبغي يعرف داك كيبغي يعرف واش داك النمبر بوزيتيف ولا نيجاتيف. المهم يكرير اونتخ لو نمبر، اونتخ لو نمبر هو العدد اللي يدخل المستعمل. طبيعة الحال داك العدد اللي يدخل المستعمل خاصة حتايا تشدوه، هذاك هو اللي غادي ندرسوه. اول حاجة المستعمل كيدخل واحد العدد لير ان، هذيك لير كتقوم بعملية وضع العدد اللي دخل المستعمل في المتغير ان. بعد ذلك كندخلوا للسي نستعملوا ريستريكسيون سي. طبيعة الحال سي كونديسيون ديالها كاين جوج حالات، كاين في الحقيقة هو ثلاث الحالات. كاين الحالة إلا كان المستعمل دخل عدد بوزيتيف، وإلا كان المستعمل دخل عدد نيجاتيف، وإلا المستعمل دخل زيرو. حنايا كنهبلو زيرو، يعني دابا ولاو عندنا جوج حالات، إما بوزيتيف يا إما نيجاتيف. بوزيتيف الى دخل المستعمل عدد بوزيتيف، مثلا درنا سي كونديسيونال قلنا له سي ان اذا كانت بوزيتيف يعني اكبر من زيرو، الور غادي ظهر له في الشاشه لو نومبر اي بوزيتيف، غادي يعلمو يعني قال له لو نومبر اي بوزيتيف. وفي الجهه ديال سينو ما غاديش يديرها، غادي يتجاوزها ما يدير حتى حاجه من هادشي وصافي وتسال البروغرام. يعني اخر رساله غادي يشوفها المستعمل هو النمبر اي بوزيتيف، هذا هو الهدف ديال البرنامج، هو يقول لك واش لو نمبر اي بوزيتيف ولا نيجاتيف. صافي الى حط المستعمل ان نمبر نيجاتيف غادي يجي سي، غادي يدخل الكونديسيون غادي تيستي يشوف هاد ان هادي راه كتعوض بالقيمه ديالها، ما درنا ليها لير، هاد ان كتعوض بالقيمه ديالها. الى حط مثلا المستعمل عدد نيجاتيف كيجي هنا كيلقى الشرط خاطئ، كيلقى الشرط خاطئ كيهود من هاد السي، كيهود لسينو، كيطبق داكشي اللي في سينو تيقول له لو نوبر اي نيجاتيف وصافي سيجو. هذا هو البرنامج ديالنا، وقد استطعنا نحلو التمرين مع العلم اننا هملنا الحالة الى حط المستعمل زيرو نظرا لانه قالوا لنا هملوها. وكذلك غادي نعاودو نصايبو التمرين بطريقة اخرى في الدروس القادمة إن شاء الله. مع السلامة، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.